أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حوار سياسي. الانتخابات العراقية أثارت جدلا واسعا في الداخل العراقي، هناك من قال إنها لن تحدث، وهناك من قال إنها ستؤجل، والكل أجمع على أنها ستفشل، حتى حسمت المحكمة العليا الأمر وألزمت الجميع بقرار يؤكد قيام الانتخابات في موعدها المحدد في 12 من آيار المقبل. لكن هنا سيطرح التساؤل التالي: ما هي ردة الفعل الشعبية على هذا أو على ذلك؟ جميع المعطيات تؤشر على نقم شعبي واسع على هذه العملية السياسية التي أوجدها المحتل الأمريكي البغيض. هذه العملية التي بنيت على محاصصة طائفية بغيضة، فبعض المراجع الدينية حرمت المشاركة في الانتخابات، وأناس خرجوا ليعلنوا صراحة أنهم لن يشاركوا في هذه العملية، إضافة إلى وجود ملايين العراقيين الذين يقبعون في مخيمات النزوح، فكيف ستتم عملية الاقتراع بالنسبة لهم؟ إضافة إلى وجود نهضة شعبية فيما يخص هذا الأمر، فهل ستنتهي هذه العملية السياسية أم لا؟ وقبل أن ندخل في تفاصيل لقائنا هذا، لنتابع بعضا من آراء الإعلاميين والصحفيين والمواطنين فيما يخص هذا الأمر. ثبت فشلهم، الفشل الذريع، هؤلاء الأشخاص اللي تكرروا على مدار 15 سنة من سقوط صدام لحد الآن، وهذا الفشل واضح جدا على كل المستويات العليا والدنيا، بعد المحاصصة المقيتة، وبعد الطائفية، وبعد العشائرية، وبعد كل هذا اللي جاءت به أمريكا التي تتحمل المسؤولية كاملة لأنها أوجدت هؤلاء وأعطتهم الفرصة لكي يحكموا العراق، وقد ثبت الفشل الذريع في حكمهم. والساسة من يمثلون، من يدعون بأنهم يمثلون الشعب، هم نفس الوجوه نفسه. نشوف حتى لو ما فاز بالانتخابات هم محضرين لمنصب ثاني، شالوا منه، حطوا ممثل، حطوا سفير، حطوا وزير، حطوا وكيل وزير. فليش العراق ما بيه كفاءات؟ ما بيه من يمثل العراق؟ يعني هاي أساتذة الجامعات عندنا كفاءات، عندنا ناس كفوة أن تقود العراق وتقود مناصب العراق وتوفي للشعب العراقي. فاليوم هم ضحك على الذقون، القوائم نفسها مجرد تغيير اسماء، مجرد تغيير، حتى تغيير شخصيات ماكو، هي هاي الشخصيه تشوفها تتداور. هذه الانتخابات ما راح يكون هناك اقبال كبير عليها، لانه الشعب العراقي بدا الياس على وجهه، بدا انه اليوم اكثر السياسيين هو نفسيتهم من عاده نفس الوجوه بغير مسميات، فالمواطن العراقي بدا يضجور من هذه الوجوه، بدا يكره هذه الوجوه، اليوم يطالب بتغيير، اليوم يطالب بوجود كفاءات حقيقية. الكثير اليوم يدعو إلى التغيير ويدعو إلى الفساد والقضاء على الفساد، وإحنا صار لنا من 2003 ولحد اليوم 2018 وما تغير شيء، وبقى الفساد على حال. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. في البدء دعوني أرحب بضيفي معي داخل الأستوديو، الكاتب والمحلل السياسي سيد شاهو قرداغي، أهلا ومرحبا بك. أهلا بك، حياك الله. حياك الله في حوار سياسي. ومعنا أيضا عبر سكايب الناشط السياسي العراقي الشيخ عبد القادر النايل، أهلا ومرحبا بك شيخ. أهلا وسهلا بكم. أهلا ومرحبا بك في حوار سياسي. أبدأ معك أستاذ شاهو، كيف تعلق على حال ما يسمى بالعمليات السياسية بشكل عام اليوم في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام. حقيقة العملية السياسية الآن في القاعدة نسميها، إذا لم يكن هناك مستوى منخفض أكثر من القاع، نحن نرى أن هناك أحزاب طائفية وميليشياوية وفاسدة وفاشلة شاركت في رسم هذا الفساد الذي يعيشه العراق اليوم، بينما اليوم تقدم نفسها على أنها هي المنقذة في الفترة القادمة، وهذا دليل على عدم وجود أطراف أو كيانات تستطيع أن تنقذ العراق من الوضع الذي هو فيه. هذه الأطراف للأسف فشلت في أن ترسم الأمل على وجوه المواطنين العراقيين، أدخلت العراق في الكثير من الأزمات الداخلية والصراعات والمشاكل، وتسببت في جعل العراق بلدا خطرا للمواطنين وللخارج الذين هم موجودين فيه. فهم فشلوا في رسم المستقبل الذي كان يتبناه المواطنين بعد 2003 إلى اليوم، ولم ينجحوا في تحقيق أي أهداف من الأهداف التي رفعوا الشعارات وكسبوا أصوات المواطنين وفق هذه الشعارات، فشلوا في تطبيق أي شيء على أرض الواقع، فقط بقيت مجرد شعارات، وبالتالي هم أيضا يساهمون في تدمير العراق وإرجائه إلى الخلف. نحن اليوم نرى أن
العراق بينما كان يستطيع أن ينافس دول المنطقة أو دول العالم الآن ينافس الدول المتخلفة في التخلف بسبب هذه الوجوه الذي دخلوا في هذه العملية وتبنوا سياسة طائفية وسياسة محاصصة للأسف، ولا زالوا يصرون على الاستمرار على هذه السياسة دون أن يشعروا بمدى الأخطاء التي ارتكبوها في الفترة الماضية وفي الفترة السابقة، وهم يكررون ويصرون على هذه السياسات دون أن يهتموا بمصالح المواطنين، دون أن يهتموا بما جرى على أرض الواقع، إخراج المليارات من الدولارات، المزيد من الملفات الفساد إلى الآن مستمر. للأسف هذه حصيلة ما ارتكبوه خلال الفترة الماضية، وبالتالي إلى الآن المشاكل مستمرة، إلى الآن الوجوه الذين فسدوا يفسدون، وإلى الآن ما زالوا فوق هرم السلطة، يعني هم يسيطرون على جميع المؤسسات القانونية والسياسية في البلاد، وهم يأخذون بالبلاد إلى الجحيم بهذه الطريقة. إذن هم يتحملون الفشل الأكبر فيما يحصل في العراق بلا شك. نعم شيخ عبد القادر، نحن الآن على موعد مع انتخابات جديدة في شهر أيار المقبل حسب ما أعلن البرلمان العراقي، كيف تعلقون عليها؟ أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام وبضيفك العزيز. من المعلوم تماما أنه العالم كله يرتقي باتجاه أن أحد وسائل الوصول إلى السلطة هي الانتخابات، وبالتالي الكل في كل العالم يربو إلى أن الانتخابات هي وسيلة مهمة للتعبير عن رأي الشعبي بإيصال من يمثلهم إلى العمل السياسي، وبالتالي هي حالة إيجابية مهمة أن تكون وأن تسود البلدان قضية الانتخابات والتنافس الانتخابي في ظل التعدديات الحقيقية التي تمثل التيارات الشعبية والتي تمثل الأهداف والبرامج الانتخابية. إلا أن في العراق الحالة معكوسة بالكامل، لأن الانتخابات أضحت بطريقة واضحة، ونحن اليوم بعد 14 سنة من الانتخابات التي مرت على العراق والمتنوعة ثبت للشارع العراقي أن الانتخابات هي التي تزيد الانقسام الشعبي في العراق، وهي التي تؤسس مرحلة الطائفية والعنصرية، وهي التي تؤسس إلى انهيار السلم المجتمعي في العراق. وبالتالي على أنه يعني الانتخابات أصبحت أنها باب من أبواب الجحيم على العراقيين، وليس من أبواب أنهم ممثلين الحقيقيين إلى البرلمان أو إلى من أجل عندما انتخابات القاضي في العراق فهي تنقسم على مين انتصار قائد إكمال العملية الإنهار. نعم شيخ عبد القادر، يبدو ان هنالك مشكله في الصوت فنحن لا نسمعك بشكل جيد. اتوجه بالسؤال الى سي شاهو. اليوم في العراق الانتخابات نجد ان نفس الكتل، نفس الشخوص، نفس من تسنم السلطه منذ عام 2003 الى اليوم هم موجودون في هذه الدعايات الانتخابيه. هل تعتقدون أن الشعب العراقي غير واعي إلى هذه الدرجة بحيث يذهب إلى مراكز الاقتراع ويجدد لهم مرة أخرى؟ أنا لا أعتقد أن الشعب غير واعي، لأن الشعب الآن لا يحتاج إلى من ينصحه أو يوجهه ليشارك أو يقاطع، هو فقط مطالب أن ينظر إلى الواقع الذي يعيش فيه، ينظر إلى المحيط الذي يعيش فيه، هل هو يعيش في ظروف متساوية مع المسؤول والفاسد الذي حكم خلال هذه الفترة الماضية؟ هل الظروف متساوية؟ هل لديه كهرباء مثل ما المسؤول لديه كهرباء؟ فقط يقوم بعملية مقارنة بين الظروف التي يعيش فيها وظروف الطبقة الفاسدة التي يعيشون فيها، ثم يقوم بمقارنة بين العراق ودول المنطقة، وخاصة الدول التي كانت في ذيل القوائم من ناحية التطور والآن في أعلى القوائم، بينما العراق تراجعت. مجرد القيام بمقارنة بين هذه الظروف يؤدي إلى جعل المواطن لا يشارك في هذه الانتخابات، ولا أو شارك من يختار نفس الوجوه. وبالتالي الآن نسبة الوعي أصبحت كبيرة، لأن المواطن أصبح هو الذي يعاني من مشاكل الكهرباء، من مشاكل الطرق، في آخر مرة يعني حتى هو أصبح يعاني من مشاكل الإرهاب. الطبقة السياسية الفاسدة هي التي سلمت المدن للإرهاب،
وطبعا هم يعتمدون على استخدام هذه الوسائل لتخويف الجماهير حتى يتم انتخابهم أو إعادة تدويرهم مجددا خوفا من الإرهاب وخوفا من وكأن العراق بدونهم هي غابة سائبة ولا أحد يستطيع أن يفعل شيئا فيها، وبالعكس هم المسؤولين عن الفوضى والفساد الموجود الآن. للأسف هم حاولوا تخويف الجماهير وإفقار المواطنين. نحن رأينا قبل أن يبدأ حملات الترويج للانتخابات هناك شخصيات قامت بتوزيع الزيت وبعض المواد الحاجات الرئيسية التموينية ويريد أن يشتري أصوات المواطنين بهذه الطرق. أنت تكلمت عن نقطة مهمة وهي الإرهاب، ألا يعتبر إرهابا من حكومة بغداد أن تصدر قرارا إلى الدوائر الحكومية بمنع الموظفين من رواتبهم إلا بإظهار البطاقة الانتخابية؟ السؤال الذي يطرح، الشخص أو المواطن العراقي الذي لا يريد الذهاب إلى الانتخابات لماذا يستصدر البطاقة الانتخابية؟ بلا شك أن هذه الطبقة السياسية وهذه الحكومة الحالية للأسف فهمها منحرف لكل شيء. الانتخابات هي وسيلة سلمية لتغيير الوجوه، هي وسيلة سلمية ديمقراطية يشارك فيها المواطن بحريته لتغيير الوجوه الموجودين في السلطة. أنت لا تسمح لي أن أغير الوجوه، نفس الوجوه، أنا أختار السيء أو الأسوأ، السيل أو السرطان، أختار بين الأمراض أهونها، ومع هذا تريد أن تضغط علي وتريد أن تحرمني من راتبي الذي هو نتيجة العمل الذي أنا أقوم به. هذا واجب من الحكومة أن تدفع الراتب. أصلاً لو كانت هناك إغراءات للمواطن، هو الذي كان يهرب ويأتي ببطاقة الانتخابات حتى يشارك، هل يشارك في الانتخابات حتى يكتمل المشاريع ناطحات السحاب؟ هل يشارك في الانتخابات حتى يكتمل المشاريع التطويرية والمشاريع الازدهار والمشاريع التنموية؟ لا يوجد هذه المشاريع حتى ينتهي منها، بل العملية عبارة وخاصة الآن عبارة عن إعادة تدوير الوجوه. نحن نرى فعلا تحالفات جديدة ولكن وجوه قديمة، أفكار قديمة، شخصيات قديمة. ماذا يعني التحالف في هذه اللحظة؟ في لحظة ما كان هناك أمل بأن العبادي يستطيع أن يشكل هذا التحالف بضغط من قاسم سليماني، دخل وتحالف مع الحشد الشعبي ثم فسخ التحالف. طريقة التحالف ليس هو الحشد الذي هرب. نعم. طريقة التحالفات يدل على يعني سخافة العملية، يدل على أنه لا يوجد أصلا مصالح استراتيجية، يوجد ضغط خارجي وهذا الضغط الخارجي يشكل هذه التحالفات ويؤدي إلى زوالها. طيب شيخ عبد القادر، في كل انتخابات نجد السياسيين يتهافتون على الشعب العراقي بطريقة غير مسبوقة ويقدمون لهم الوعود، سنفعل ونفعل 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 وسنقدم لكم وسنبني وسنجعل من العراقي جنة لكم، لكن في هذه الانتخابات وجدنا تناحرا بين السياسيين على موعد إجراء الانتخابات، بينما لم يتكلموا عن إعمار المناطق المدمرة، لم يتكلموا عن النازحين وعودتهم إلى مناطقهم، بل وجدنا إجبارا للنازحين ليعودوا كي ينتخب فلان من الناس ويسقط فلان آخر. لماذا؟ لأن الصراع الانتخابي بين هذه الأطراف السياسية ليس صراعا من أجل العراق ولا النهوض بشعبه بالمطلق، بل هو صراع على المغانم والمكاسب المالية والمناصب والنفوذ السياسية والهيمنة، وبالتالي يعكس مدى سيطرة الخارج على تلك الأحزاب. لأن اليوم نحن نعلم تماما بالدليل القاطع، وهذا على مستوى المواطن الشعبي البسيط الذي يهتم بقوت يومه، أن هذه الأحزاب ذات ولاءات خارجية، وبالتالي هي تدافع عن مصالح خارجية لبلدان لها مصالح في العراق أو يراد أن تكون لها مصالح على حساب الشعب العراقي وليس على حساب تنمية الشعب من أجل أن نستفاد من تلك المصالح. لذلك هذه الأحزاب عندما تتنافس فيما بينها فإن هناك دول إقليمية تتنافس على المنطقة، وبالتالي تتبع الأحزاب باتجاه التسقيط. وإلا كان المفروض لو كانت هناك انتخابات عادلة في العراق كانت تنافس على أساس المشاريع التنموية وعلى أساس طيب الآن أنت وسيد شاهد اتفقتما على نفس النقطة، لكن المثير للجدل في هذه الانتخابات هو حيدر العبادي. وعد الشعب بعدم السماح للحشد بالدخول في الانتخابات لنجده بين ليلة وضحاها يشكل تحالفا أسماه نصر العراق مع ميليشيات الحشد الشعبي ليلغى هذا التحالف بعد يوم واحد، ولحد الآن لم يفهم أحد اللعبة.
اللعبة واضحة للشعب العراقي تماما أن هذه الأحزاب الرئيسية وميليشياتها منذ اللحظة الأولى هي التي تهيمن على المشهد السياسي، سواء قاد هذا المشهد حيدر العبادي أو تقدم غيره العامري أو البيات المرشحين القادمين لرئاسة الوزراء. لذلك هذه القضية لا تتعلق بالوجوه، تتعلق بقضية الوثيقة السياسية التي أبرمها بول بريمر من أيام مجلس الحكم، أي أيام سلطة الاحتلال، وبالتالي كل ما ولد من سلطة الاحتلال بعد انتهاء الاحتلال يعتبر باطلا إلا في العراق. نعم. جميع اقرأ جميع الاحتلالات في العالم بما في احتلال الولايات المتحدة الأمريكية عندما احتلت من بريطانيا، جميع الاتفاقيات التي تبنى تحت الانتداب أو تحت سلطة الاحتلال عند انتهاء الاحتلال ينهى هذه الوثيقة وتبدأ بعهد جديد. إلا في العراق أن وثيقة بول بريمر هي الحاكمة، بدليل أنه 2003 قرار 91 تم تشكيل المؤسسة الأمنية من 7 ميليشيات. إلى هذه اللحظة هذه الميليشيات هي التي تحكم المؤسسة الأمنية، واليوم انتقلت من حكم الأمني والعسكري إلى أن تكون ذراعا سياسيا. وبالتالي طيب. حيدر العبادي عندما تحالف مع الميليشيات كانت هناك رغبة إيرانية لأجل التفاوض على الملف النووي في الشهر الخامس، وعندما انسحب من الميليشيات حقيقة كانت هناك أيضا رغبة لتبادل الأدوار، لا سيما أن القانون سانت ليغو 1/7 يخدمهم كثيرا. إذا طيب. هم نعم. يريدون أن يدخلوا من أبواب متفرقة لما بعد الانتخابات، وبالتالي هناك ضابط رئيسي لهم وهي إيران وقاسم سليماني بطريقة واضحة، وهناك خضوع أمريكي من أجل مصالح معينة، سواء مصالح البرنامج النووي الإيراني أو المصالح الموجودة والنفوذ في العراق. نعم مشاهدينا الكرام، لنعرف رأي السياسيين لنستمع إلى عراب أو أحد عرابي الاحتلال الأمريكي على العراق، وهو السيد موفق الربيعي الذي شغل مناصب كثيرة في العراق وهو الآن نائب عن ائتلاف دولة القانون، لنستمع إلى ما قاله عن هذه الانتخابات. حكومة سياسية إرادة قوية ما نسمح أنه تروح يعني عملياتنا السياسية أدراج الرياح، ما نسمح إطلاقا ولا يمكن، لو نجيب الناس بالقوة ونقعدهم نجيب الناس بالقوة، يعني الشعب العراقي مجبر حتى وإن لم يرغب حسب قوله ستأتي به الحكومة لينتخب، ماذا تعلق على ما قاله؟ بلا شك كما قلت سابقا الانتخابات عملية سلمية ديمقراطية حرة، يجب أن يشارك المواطن بحريته وبرادته. هؤلاء يستخدمون القوة في سبيل تحقيق الحرية كما يقولون، أنت لا تسمح أو تسمح، هذا ليس من اختصاصات السلطة. السلطة تستطيع البقاء في الحكم عندما تقدم إنجازات ومشاريع للمواطن، هذا ما يدفع المواطن لاختياره مرة أخرى. بعدها إذا قرر عدم اختيار هذه الطغمة الفاسدة أو هذه الوجوه بسبب ما ارتكبوه في العراق، يعني تصور هناك حكومات في الدول الأوروبية تستقيل الحكومة بالكامل بسبب موت شخص واحد. أما هنا مات الآلاف، عشرات الآلاف، دمرت المدن، هجر الملايين، وإلى الآن يصرون على جبر الناس وبالقوة للمشاركة في الانتخابات. من أين يأتي الشرعية للحاكمين أو للحكومة؟ أو هذا رأي شخص، هنالك آراء كثيرة، هنالك طرق أخرى للتزوير، هنالك قلم يمحى بقداحة نار، هنالك حبر يمحى في يعني مادة معينة، هنالك الكثير من طرق التزوير التي بينت في العالم. هو فقط تحدث عن وسيلة من الوسائل التي يمكن جعل المواطن يصوت، وهو إجبار المواطن. أما دفع المواطن ليشارك في الانتخابات عن طريق تحريمه من حقه في العمل أو تهديده، نحن الآن نرى أن المدن مليئة بالميليشيات، كل ميليشيا تستطيع أن تقول إن من لم يشارك سوف نقضي عليه. شيخ عبد القادر، الربيعي عندما خرج وأعلن أنه سيجبر الناس أن يذهبوا، هو والحكومة، أن يذهبوا إلى مراكز الاقتراع بالقوة، ما هي الرسالة التي أراد بها أو أراد إرسالها إلى الشعب؟ الرسالة واضحة تماما من الربيعي الذي قاد نوعا ما في فترة من الأمور الاغتيالات وغيرها، وهو مطلع ومتهم بالجرائم كثيرة بحق الشعب العراقي. أيام رئاسته لمجلس الأمن الوطني ما يسمى سلطة الاحتلال. لذلك الرسالة واضحة تماما أن هناك عدة أساليب،
وبالتالي الحكومة نفذت أساليب القوة، منها منع البطاقة، منع رواتب الموظفين إلا أن يحدث البطاقة الانتخابية من أجل أن يوصلوا رسالة للعالم أن الشعب العراقي يحدث بياناته. هذا دليل على أن هناك عزوف حقيقي من الشعب العراقي أبار تحديث البيانات الانتخابية، وحتى من الموظفين الذين هم في جسد الحكومة أو في جسد مؤسسات الدولة ممتنعون عن تحديث مراكم انتخابية، لأن اليأس وصل إلى العراقيين بأن الانتخابات لن تفعل شيء ولن تغير أي شيء من ضمن السياسات أو ضمن إنقاذ العراق من الانهيارات المتعددة التي تحصل إليه. وهذا دليل لولا أن الموظفين ممتنعين عن تحديث مراكم انتخابية لما احتاجت السلطة إصدار هكذا قرار بقرار رسمي بأن يتوجه كتاب من أمانة مجلس الوزراء. وبالمناسبة بعض الناس يقول أنه حيدر العبادي معترض، الاعتراض لا قيمة له أمام الكتاب الرسمي. عندما يريد أن يلغي حيدر العبادي هذا الإجراء التعسفي عليه أن يصدر كتابا بتوقيعه يقول يلغى الكتاب المرقم كذا الصادر من مجلس أمانة. هل تتوقعون شيخ عبد القادر أن تقف الحكومة عند هذا الحد بتهديد كلامي أو باستنكار من بيان يصدر عن دولة أو عن حكومة؟ أولا هذا البيان لا يلغى إلا ببيان رسمي بأمر رسمي، لأنه هذا البيان صادر بأمر ديواني. والحكومة عندما يصرح حيدر العبادي هو كذب حقيقة لذر الرماد، وإلا قانونا فإنه هذا لا زال هو سار المفعول بالتهديد الواضح بقطع رواتب الموظفين حتى يتم تحديث البيانات الانتخابية، مما يعني أن الموظفين. ثانيا الحكومة لن تقف عند هذا الحد، الحكومة منعت البطاقة التموينية عن المواطن البسيط، وتعلم كل المستمسكات الرسمية والتي يريد منها المواطن استحصالها لا يمكن ألا أن تكون البطاقة التموينية أحد أركان المعاملة التي تقدم إلى المؤسسة، وبالتالي يجبرون المواطن على أنه لا يستلم بطاقة التموينية حتى يحدث. وكل هذه الإجراءات المرسومة بالقوة كلها لم تجدي نفعا إلى هذه اللحظة، فلا زالت عملية تحديث البيانات متدنية جدا في العموم الشعب العراقي. نعم مشاهدينا الكرام، برنامج حوار سياسي مستمر معكم ولكن فيه فاصل قصير. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. قبل أن أنتقل إلى جانب آخر أبقى مع موفق الرباعي. سيد شاهو، أنت تكلمت عن الإرهاب وأنا سألتك عن الإرهاب الحكومي، هذا الأمر ألا تعتبره سلطة بغداد، لن أسميها حكومة بعد الآن، ألا تعتبره إرهابا من عندها للناس بأن تقول علنا على لسان أحد قياديها أنها ستجبر الناس على الذهاب إلى مراكز الاقتراع؟ بلا شك هذا إرهاب فكري، وخاصة أن هؤلاء شعروا أن لديهم السلطة المطلقة ولا يوجد سلطة فوقهم حتى يحاسبهم عن هذه الكلمات. الآن المواطن ماذا يفعل؟ هل يذهب إلى القضاء ليقدم شكوى ضد هذا الشخص؟ أنا أعتقد أن أفضل رد لموفق الربيعي وغيره من المسؤولين الذين يعتقدون أنهم يسيطرون على الناس وأنهم يستطيعون تخويف الناس هو مقاطعة الانتخابات، وحتى يثبتوا أنه لا يوجد طرف يستطيع تهديدهم بالقوة. وماذا يفعل المواطن العراقي الذي موجود داخل الخيام الآن نازح؟ ماذا كيف يهددونه؟ هل لديهم القدرة للذهاب إلى الخيام وللذهاب إلى أهالي الشهداء وأهالي القتلى وأهالي الضحايا هذه الحروب التي مرت خلال هذه الفترة ويطلب منهم أصواتهم؟ ألا يعتبر هذه إهانة لهم؟ أنا أستغرب كيف يستطيعون أن يفعلوا كل هذا مع كل الإجرام الذي ارتكبوه سابقا مع إدخال البلاد في الفوضى. كيف لديهم قدرة على مطالبة أصوات الناخبين؟ طيب. مطالبة أصوات أنتم يجب أن تحسنوا أوضاع هذه المواطنين ثم هم يصوتون لكم بشكل تدريجي، ولكن هذا يعتقد أنه السلطة المطلقة وأنه يستطيع أن يفعل شيء وعنده ميليشيات سائبة وبالتالي يجبر المواطن على المشاركة. طيب. ولكن الآن المواطن هو صاحب القرار الذي يجب أن يقرر، هو هذا الذي يمتلك ورقة الجوكر في طاولة اللعب. نعم
شيخ عبد القادر، هل تعتقدون أن السياسيين أيقنوا أنهم أفلسوا بحيث بدأوا يستخدمون هذه الأساليب الرخيصة التي خرج بها موفق الرباعي؟ بالتأكيد الخارطة والمعلومات التي تتوفر للسياسيين والغضب الشعبي، وعندما يزورون الناس يجدون ألفاظ قاسية، وبالتالي هناك كثير من الناس لا يستقبلهم، على عكس سنوات ماضية حتى في جنوب العراق أصبحت الأصوات عالية تماما ضد هؤلاء حتى بأبشع الأوصاف التي يستحقونها من الشتائم، بل وصلت الأمور إلى أن مراجع دينية الآن بدأت تتكلم على حربة الانتخابات، لأن هذه الوجوه ستتكرر ولا فائدة من الانتخابات. كل هذا قد أيقنوا تماما أنهم لا وزن لهم شعبيا، وأن الشعب ناقم عليهم، وبالتالي يتهمهم بالانهيار الأمني، يتهمهم بالانهيار الصحي في العراق وانتشار الأمراض، يتهمهم بسرقة أموال العراقيين. وقد رأيتم أنه كل حتى خارج العراق عندما يسافر المسؤول في على طاقم طائرة تجد أن المواطنين يصورون كيف يشتمونه وكيف يتهمونه بسرقة أموال العراقيين. وبالتالي معلوم تماما أن هؤلاء البسطاء غرر بهم، فبالتالي أولاد المسؤولين حقيقة يزدهرون خارج العراق في عواصم أوروبية على حساب المواطن البسيط الذي لا يجد أي شيء وأي مقومات الحياة. حتى الذين قاتلوا معهم مع العملية السياسية اليوم جرحى لا يوجد علاج لهم، لذلك هم يحاولون فقط إخراج 20% من الناس حتى يتسنى لهم تزوير الانتخابات. حتى عندما يصور العالم أن مراكز الانتخابات فيها جماهير من الناس تدلي بأصواتهم، سيكون لهم مسوق لتزويرها، وهذا التزوير حتى في البطاقة الإلكترونية، لأنه لابد أن نسجل هنا قضية مهمة، أن المتتبعين لإجراءات الحكومة ذهبوا باتجاه الاستفسار عن الشركة الكورية، وبالتالي عراقيين مهمين وتواصلوا حتى مع كوريين، وبالتالي ذهبوا إلى مقر وعنوان الشركة الكورية فوجدوه مجرد مكتب بسيط تماما، وأن خلفياته تدار ومؤسسة من ميليشيات حزب الله اللبناني، وبالتالي استخدمتها الحكومة من أجل أنها هي من تفرز البطاقة الإلكترونية والتي ستزور أيضا من خلال هذه الإفرازات، لأنها مبنية على أصل باطلة. إذن هذه أصبحت مكشوفة لدى العراقيين جميعا. مشاهدينا الكرام، الآن لنذهب إلى جانب آخر ونستمع إلى ما قالته المرجعية وأيضا ما قاله بعض خطب أو خطباء الجمعة في كربلاء. الآن مقتطف إلى المرجع الديني الشيخ الخالص الذي حرم فيه الذهاب إلى الانتخابات، وبعدها سنستمع إلى جلال الدين الصغير. لمرحلة الفساد القادمة، وبين أن يرفض الشعب العراقي المشاركة في التزييف، لماذا أكون أنا شاهد زور؟ يقال أن المثقف يجب أن يكون مع الشعب، وعالم الدين أولى الناس بهذا الموقف، يجب أن نكون مع الفقراء والمستضعفين. فرق كبير. طلب منا أن نشارك في العملية السياسية منذ مجيء الاحتلال وبشكل مركز، ويعلم ذلك كثيرون، لكن لو شاركنا لكنا جزءا من الجوقة الفاسدة، حتى إذا لم نكن من الفاسدين أنفسهم. وأنا أعتقد كل الذين شاركوا إلا النوادر يمكن أن نقول أنهم ليسوا فاسدين، وأنا لا أستطيع أن أشخصهم بشكل دقيق، لأن أصدقائي الذين كنت أثق بهم وأعتبرهم جيدين أصبحوا فاسدين. هم يقولون أنا أقرأ كثير من التعليقات، تجيني كثير من الرسائل، ألتقي بالكثير من الناس يقولون ايش قدمونا، احنا ليش نرجع مرة ثانية ننتخب؟ فإذا من المذنب؟ المذنب ذول اللي اجوا وذول اللي أرسلهم. إذا أنت بتنائك تترك مسؤوليتك وتقول خلي يروحون غيري يروحون ينتخبون، أنا ما أقدر راح أنتخب، ما راح أنت تخلق لنفسك إلا الضرر في هاي القضية. لا تتصور أنه أنت عذريت بالأحزاب أبدا. الانتخابات قصتها بسيطة جدا، لو كلكم ما تطلعون، كلكم لو ما تطلعون ويطلعون 10 ينتخبون فلان وفلان وفلان، ذول هم اللي راح يشكلون الحكومة. 10، لا بل واحد إذا طلع وقال هذا أريده هو يصير مرشح عني، هذا هو يروح يستلم المسؤولية ويصير هو رئيس وهو يصير كل القضايا. هاي الانتخابات قصة. فمرة نجي نقول ما علينا، فما عليك بالأخير، هذه أموالك وبلدك وما إلى ذلك، ما عليك. ليش ما عليك؟ لا، أنت اللي عليك. تقول فاسدين، لا تنتخب الفاسد يا أخي. شنو اللي جابرك أنه تروح تنتخب فاسد؟
تقول الآخرين ينتخبوا أنا هم مجبر، أنت روح وعي هالمرجعية هالقصاحات، لا تنتخبون المجرب اللي السيء، روحوا على الأصلح، روحوا على الأكفاء، روحوا على الأنزة. فالناس وين راحت؟ راحت على اللي جربوه سابقا، فبعد لا حد يلوم أحد، روحوا لوموا أنفسكم. أنا بوقت اللي أأتي من لا أمان له، إيش أنتظر؟ راح يقدم لي ورود يعني؟ نعم في وقت الانتخابات كريم جدا، بتليفونه بس تخابره من اول رمشه، يرد ها اخويا انا مشتاق لك وانا جاي عندك وما الى ذلك، بس خلص اخذها سد التليفون، لا يعرفك ولا يعرف كل اوضاعك، ينساك 4 سنين. تعبير من المتداول، نقول ان شاء الله ايام السنين كلها انتخابات، حتى يصيرون ذول المسؤولين دائما قريبين من الناس، الناس يشوفهم يكونوا كرماء. أهلا بكم من جديد. سي شاهو، يعني الخالصي، هنالك أيضا الخيكاني، هنالك أيضا الكاظمي، الكثير من المراجع الدينية في العراق حرموا الذهاب إلى الانتخابات، وقالوا أنها يعني الكاظمي قال أحرم حتى الذهاب إلى مراكز الاقتراع ولو بورقة فاسدة لأنها ستستخدم بطريقة أخرى. ماذا نفهم من تحريم المرجعيات للانتخابات والدخول فيها؟ بلا شك أن المرجعيات كانت عندها قدسية لدى المواطنين، وهم يشعرون أن الآن السخط الشعبي أصبح منتشر بشكل عالي جدا. نحن اليوم نرى أن الذين يطالبون بمقاطعة الانتخابات ليسوا عدد قليل، بل نرى أن الأغلبية وخاصة بعدما شعروا باليأس بعد تحالف العبادي مع الحشد الشعبي، بعدما كان يريد أن يمنعهم من الدخول في البرلمان أصبح يتحالف معهم. قطاع كبير من الشعب أصبح يشعر باليأس نتيجة تكرار نفس الوجوه، وبالتالي أصبحوا يضغطون. نحن رأينا أن هناك مواطنين يطالبون المرجعية، لماذا لا تتدخل؟ لماذا الرجال الدين لا يتدخلون؟ فهم شعروا أن من واجبهم أن يسيروا مع الموج، يسيروا مع الجمهور حتى يحرموا ويقولوا نحن اتخذنا موقف. ولكن نحن نرى أن في المقابل الآخر جلال الدين صغير يقول حتى لو قاطعوا العملية ستتطرق إلى جلال الدين الصغير. إذن هؤلاء الفكرة، الرسالة هو أنهم شعروا بأن هناك إرادة، هناك قطاع واسع من الشعب يعارض الانتخابات، إذا هم لم يعارضوا أو لم يطلبوا من المعارضة سوف يسقطون من عيون الشعب، ونحن نعلم التقدير الذي يحصلون عليه من القطاع كبير من الشعب العراقي. نعم شيخ عبد القادر، المراجع اليوم تحرم الدخول في الانتخابات، أيضا سمعنا هذا الأمر في انتخابات عام 2010 وانتخابات عام 2005، ما هنالك رأيين للمراجع الدينية، هنالك ما حرمه وهنالك من قال اذهبوا لتنتخبوا فهي الحل الأمثل للعراق. تحريم المراجع للانتخابات ألا يلزم بعدم الذهاب إلى مراكز الاقتراع؟ فكيف إذا حصل العكس؟ أولا أنه في انتخابات هذا العام هناك تطور ملحوظ في زيادة عدد الذين يحرمون الانتخابات، وبالتالي لا سيما من المراجع التي تهتم بالشأن أو بالمذهب الشيعي، وهذه القضية ملحوظة تماما. هذه ربما لأول مرة ولأول وهلة أن تكون هناك تحريمات لما وصل إليه الشارع من انتفاضة حقيقية ضد هؤلاء، وبالتالي معلوم وهم يعلمون أنهم لن يستطيعوا التغيير بالانتخابات، لأن عملية سياسية محكومة بأحزاب رئيسية هي تبدل فقط الوجوه، ولكن سياسة هذه الأحزاب موجودة، وبالتالي هناك أكثر من 70 شخصية. هذه الشخصيات التي حضرت مؤتمر لندن آبان احتلال العراق لم تتغير وهي موجودة في كل انتخابات، وبالتالي لا يوجد هناك كما قلت لك في كل العالم. الانتخابات هي وسيلة من الوسائل المهمة للوصول الممثلين من خلال الشعب إلى مراكز القيادة والسياسة من أجل قيادة هؤلاء أو قيادة البلد على المستويات المهمة الاقتصادية والصحية والأمنية، وبالتالي أن تكون هناك حياة وحرية للشعوب كريمة. إلا في العراق أن الانتخابات تكرس الطائفية وتكرس انهيار السلم الأهلي وتكرس الفاسدين، لأن هذه الوجوه هي ذاتها نفسها، وبالتالي القضية مقلوبة في العراق حيث لا يوجد، لأنه لا يوجد هناك انتخابات حقيقية. من هنا زادت عملية الرفض، لذلك الذين يحرمون الانتخابات يحرمونها من منطلق أن من يشارك
الانتخابات هذا المشارك الذي يمنح صوته لذاك الذي سيسرق وسيكون مسؤول عن الانهيارات الأمنية وسيكون مسؤول عن انهيار الصحي وهو لا يقدم شيء للشعب العراقي، لأنه اليوم العراق وصل إلى مرحلة الهاوية لأنه منهار على جميع المستويات. ورغم كل التداعي الدولي لإنقاذ العملية السياسية بأن أمريكا تنقض في هذه القضية لن تجدي نفعا، لذلك الذي سينتخب هو سيحلل لهؤلاء السرقة وقيادة العراق والقتل الممنهج للشياط. بالتالي سيبوء باسم كل الذين يسرقون، سيصيب هذا المنتخب اسم من الذي فعله، كالذي كما يقول صلى الله عليه وسلم من يعني أفا لمن باع دينه بدنيا غيره. فالذين يحرمون هم حرصا على الذين سيذهبون إلى مراكز الاقتراع، لأنهم سيبيعون دينهم بدنيا غيرهم، بدنيا السراق، بدنيا هؤلاء القتلة. سيد شاهو، جلال الدين الصغير تكلم بشيء خطير وهو مفهوم الانتخابات بشكل عام. قال حتى لو ذهب 10 من المواطنين فمن سينتخبون هم الذين سيشكلون حكومة. هنا نصل إلى نقطة مهمة وهي طريقة إجراء الانتخابات في العالم. هنالك نسبة لنجاح الانتخابات من فشلها. لنفترض أن المنتخبين في العراق 20 مليون نسمة، ذهبوا منهم 15 مليون نسمة، فهي تعادل 72% من عدد الناخبين. هنا الانتخابات ناجحة، أما إذا ذهب 10 أشخاص كما يقول فهي فاشلة. فماذا يقول جلال الدين الصغير؟ يبدو أن الكذب عندهم يجوز في سبيل تحقيق مصالح سياسية. هؤلاء يستخدمون كل أسلوب لتخويف الناس وترهيبهم، حتى ما أتباعهم الجالسون يسمعون له لا يريدون نشر الوعي السياسي وحقوق المواطن وواجباته، بل يعطيه معلومات مغلوطة حتى لا يشارك، حتى يقول أنا شاركت أو لم أشارك فلا لا فرق، لأشارك وأنتخب وحتى لو لم يحدث شيء. للأسف هؤلاء أولا إذا كان عن قصد قال هذه المعلومة هذا يدل على أنه جاهل ولا يدرك أي شيء، وللأسف هذا يقود المجتمع ويقود المواطنين. أو إذا كان عن قصد فبالتالي الآن انكشف عند جمهوره ويدركون أن هذا الشخص ليس لديه معلومات عن السياسة، فكيف أصبح يقود الجمهور ويستمع إليه العشرات الآلاف؟ بالتأكيد هو ليس بسياسي، فهو رجل دين. رجل دين، تدخله في السياسة هنا المشكلة، عندما يتدخل ويتكلم في أمور السياسة ويستطيع تشكيل القرار داخل الدولة، هنا المشكلة اللي نحن لدينا. وإلا لو بقي في جانب رجل دين في الوعظ في الإرشاد لما كان لدينا مشكلة، ولكنه يدخل في منظومة الدولة وهو لا يدرك شيء عن الدولة، وهذه نتيجته تصريحات مغلوطة ويفضح نفسه ويفضح الآخرين. طيب أيضا طيب شيخ عبد القادر، في قضية التدخل الدين في السياسة في العراق وتدخل رجال الدين بها، هناك تصريح جديد لميثم الزيدي القيادي في ميليشيا العباس المنضوية تحت لواء ميليشيا الحشد. قال إن خطب الجمعة للمرجعية في العراق تمثل دستور المرحلة المقبلة. هنا ميثم الزيدي تجاوز على دستور العراق، تجاوز على القوانين كلها، نفى الدستور ونفى كل شيء. كيف نفهم هذا الأمر؟ هذا مفهوم تماما، لأنه هؤلاء حتى في الدستور الذي كتبوه تجاوزوه ولا يهتمون به، لأنهم حقيقة لديهم مشروع استراتيجي هو بناء دستور ولاية الفقيه في العراق. ولهذا تصريحات ميثم الزيدي وغيره ممن يرتبطون بأموال المرجعية وأموال الخمس وغيرها، هم يريدون أن يسيرون باتجاه السيطرة الكاملة، ولذلك قال ستمثل دستور في المرحلة المقبلة، لم يقل في المرحلة الماضية. بما معنى عندما هم شكلوا الحشد باتجاه سياسي فهم يريدون السيطرة السياسية والأمنية التي هم مسيطرون عليها والاقتصادية بالكامل، ليكون العراق حديقة خلفية لإيران، وهذا ما يريدونه. وبالتالي من هنا يقدمون التعهدات السرية للولايات المتحدة الأمريكية ولبريطانيا على أن تحفظ مصالحهم في العراق مقابل أن يتسلموا جميع النفوذ في العراق، وبالتالي يكونون متعاونين وليسوا مرحلة ثانية أو موالين بالكامل لنظام إيراني. وبالتالي هذه القضية والإشكالية، لأنهم يريدون أن يغرروا العالم من أجل كسب الوقت لزيادة صفق نفوذهم الممتدة إلى سوريا والممتدة إلى لبنان. وبالتالي ما حدث في إقليم كردستان خير شاهد على النفوذ الإيراني من سيطرة الإيرانيون والتعاون
تطلق على كركوك وعلى طوس فورماتو كما سيطروا من قبل على جرف الصخر وأحياء مهمة تماما. وما يجري حقيقة هذا هو الذي المفروض أن يفهم الجميع، كيف السياسة الإيرانية وكيف يمكن للولايات المتحدة أن تتخلى من أجل هؤلاء أن يحفظوا مصالحهم. ولذلك رأيت كيف تخلوا عن كركوك، كيف تخلوا عن ما فعله قاسم سليماني في مناطق شمال العراق، وما يفعله لاحقا في مناطق الأنبار من سيطرة واضحة على الحدود. كل هذا حقيقة يتجه باتجاه أنهم قادمون من أجل أن يضبطوا عملية الحكم لصالح كل الأحزاب الموالية لإيران، وإن كانت ليست على دفعة واحدة، وإن كانت ستكون هناك أجزاء من الكرد ومن العرب السنة وأجزاء حتى من الشيعة الذين ربما متمردون قليلا على السياسات الإيرانية أو من أجل أن دورهم هكذا. لكن في النهاية يريدون أن يكون هناك 40 مقعد لميليشيات الحشد، 40 مقعد للمالكي، 60 مقعد لقائمة العبادي، وبالتالي يكونون الأغلبية المهيمنة. يريدون أن يسحبوا جزء من الكرد ليكون ضمن مشروعهم جزء من العرب السنة كدمى وكسوارات لتكميل هذه العملية السياسية، من أجل بالفعل أن يبدأون أن تكون المرجعية هي من تبني الدستور القادم. هذا الدستور أصبح لا قيمة له وانتهى أمام السلطة الكاملة، نفوذ الميليشيات والعسكرية، والذي سيتحول إلى نفوذ سياسي في العراق. نعم مشاهدينا الكرام، كان من المفترض أن نطرح إليكم جانبا من آراء المواطنين في الشارع العراقي، لكن ضيق الوقت لا يسمح لنا، وأنتم أقرب منا إلى الشارع العراقي وما يحتاجه وما يقوله، وهنالك الكثير من المقاطع التي تبين آراء المواطن العراقي. سيد شاهو، مواطنون في محافظة الأنبار قالوا أن ذات الوجوه ستعيد إنتاج نفسها في هذه الانتخابات، ماذا يعني ذلك؟ هل وصل حال اليأس بالعراقيين إلى هذا الحد؟ بلا شك عندما تنظر إلى التحالفات السياسية الآن هناك تنافس تنافس إيراني إيراني داخل العراق، هذا هو التوصيف الدقيق لما يجري. لا يوجد تنافس طرف آخر، بل تنافس إيراني إيراني لكسب ثقة إيران. الذي يختلف فيه نوري المالكي مع العبادي هو أن العبادي قد يوفر الغطاء الأمريكي لما يجري، أما المالكي قد لا يستطيع توفير هذا الغطاء، وبالتالي إيران تفضل العبادي الذي يوفر الغطاء الأمريكي، وأيضا لا يمتنع عن انتشار النفوذ الإيراني بشكل قوي في العراق. فهذين الوجهين هما الرئيسيان. الوجه الآخر المألوف والجميل الذي يريد أن يدخل في السباق الانتخابي هو هادي العامري. إذا كان المواطن بين نوري المالكي والعبادي لا يستطيع أن يختار بسبب قربهم لإيران، فالبديل الآخر الذي هو العامري والذي يقود الميليشيات الإيرانية، لأننا نعتبر أن هذه الميليشيات ليست عراقية لأن لديها أهداف إيرانية وأجندة إيرانية، وبالتالي البديل أيضا ليس جديدا ولا يوجد وجه جديد. لأن يعني نحن في تاريخ الشعوب دائما هناك مراحل يعني خطيرة يتصدر فيها مجموعة من الوجوه ليقدموا الأمة إلى مرحلة متقدمة. هذه مثل المؤسسون الذين أسسوا الولايات المتحدة الأمريكية. الآن عندما تنظر إلى الساحة العراقية والوجوه التي تريد أن تنافس العبادي والمالكي والخزعلي وهادي العامري، هل هذه وجوه تكوين دولة؟ هل هذه وجوه إدارة دولة؟ هذه وجوه عصابات، هذه تستطيع أن تشكل عصابة، تدير عصابة، تدير مجموعة، تدير عصابة وبنجاح تام، بنجاح تام، ولكنها لا تستطيع أن تدير دولة. وبالتالي هؤلاء المواطنين الذين أدلوا بآرائهم وصلوا إلى وعي تام وإلى إدراك تام أنه لا يوجد بديل، بل الوجوه نفسها إدارة تدوير الوجوه في الانتخابات وشرعنة هذه الوجوه. نعم شيخ عبد القادر، أدركنا الوقت، هنالك الكثير من الأسئلة التي سأتجاوز عنها، لكن السؤال الأهم، 12 من آيار سيشهد قيام الانتخابات التشريعية في العراق، هل هنالك رسالة تودون توجيهها إلى الشعب العراقي بدقيقة واحدة لو سمحت؟ الرسالة أن الانتخابات لم تعد تجدي نفعا وليست هي وسيلة للتغيير، بل أن هؤلاء الذين سرقوا أواني المطابخ المستعملة من بيوت النازحين وبيوت المحافظات السنية لن يستطيعوا حماية الثروة العراقية ولن يستطيعوا أن يقدموا حلولا. لذلك هناك عدة رسائل على الشعب العراقي أن ينتهجها وأن يبحث عن بديل الانتخابات. العصيان المدني موجود والمظاهرات وما إلى ذلك من خيارات كثيرة، لأن العراق سيذهب إلى الهاوية والعراق يسير فعل
إلى الهاوية، وليس السياسيون ولا الولايات المتحدة ولا إيران سيملكون العصا السحرية لتغيير الواقع الاقتصادي المنهار. لذلك على الشعب العراقي أن يعتمد على نفسه، وعلى الشباب العراقي أن يفكر أن العراق أمانة في رقبته، وعليه أن يجد البدائل الأخرى لتغيير السلطة الموجودة، والانتخابات ليست وسيلة لتغيير السلطة في العراق على عكس العالم كله. الناشط السياسي العراقي المستقل الشيخ عبد القادر النايل، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. سيد شاهو، بدقيقة أخيرة، هل سنشهد نهاية هذه العملية السياسية؟ في الحقيقة تحت هذه الظروف وتحت هذه التكرار الوجوه والتكرار العقول التي تحكمت، بلا شك أن هذه العملية سوف تنتهي في ظل تراكم الفساد التي يزداد عام بعد عام، وفي ظل عدم وجود معالجة فعلية لمشاكل المواطنين. المواطنين هم الذين سيختارون نهاية هذه الفساد ويضعون حدا للممارسات الفاسدة. الكاتب والباحث السياسي السيد شاهو قرداغي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. في الختام مشاهدينا الكرام، أشهر قليلة ونكمل 15 عاما من الظلم والقهر والقتل والوعود الكاذبة قدمت فيها هذه الحكومات ومن ورائها أمريكا، واعدين الشعب العراقي ببلد ديمقراطي مدني تكفل فيه كل الحقوق. لكن السنوات التي تلت عام 2003 أثبتت زيف هذه الادعاءات، فأمريكا وبريطانيا أثبتتا أنهما قدمتا إلى العراق من أجل تدميره والحصول على مكاسب، والوثائق أثبتت أن هاتين الدولتين ما تمكنتا من ذلك لولا الافتراءات التي قدمها لهم ما يسمى اليوم بسياسي العراق. هؤلاء اللئام الذين تجمعوا من أجل خراب بلدهم وساهموا في قتله وذبحه من الوريد إلى الوريد، كل ذلك من أجل أن يسرقوا عراقنا ويسرقوا خيراته ويملأوا جيوبهم، وحين يسألون عن الشعب فهو آخر همهم. عامل أمل اللقاء بكم من جديد يوم الأربعاء المقبل في حلقة جديدة. تقبلوا مني أنا أفل الصقر أطيب التحيات، ومن كادر البرنامج من خلف الكاميرا أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.